مشروعنا يتكلم عن أضرار ألعاب الفيديو على الدراسة الأكاديمية. احنا سوينا هذا المشروع لمساعدة ومصلحة أبناء الإمارات وعوائل الإمارات. الحل هو عشان يبتعدون من ألعاب الفيديو، الأب والأم يبون ورقة فاضية للطالب، يقولون أنه يرسم لمدة شهر، وبعد شهر جمعون هالأوراق كلها وتشوفون النتائج أنه هو راسم تقريبا مثل باتمان. يمكن تقدرون تشتروا له الليجو عن باتمان، قصص عن باتمان، زينون غرفته عن باتمان، وخلاص هني بيتعود يلعب ويا الدمى أو بيتعود يلعب ويا الليجو، أنه يبتعد عن ألعاب الفيديو. شكراً وزارة التربية والتعليم.